تم إنجاز مرحلة مهمة من تشكيل الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي، وهذا طبعا خطوة مهمة من أجل أن تبدأ الحكومتان بالعمل التكاملي من أجل النهوض بهذه المحافظة، وكذلك البدء بالملفات الهامة التي تنتظر المجلس المحافظة وكذلك المحافظ والحكومة المحلية بجانبها التنفيذي. حقيقة الملفات هامة جدا، تعرفون حضراتكم ملفات الصحة، ملفات الإعمار، ملفات من الأولويات العمل، وكذلك إعادة النظر في الهيكلية الإدارية لمحافظة نينوى، سواء كانوا السادة مسؤولي الوحدات أو السادة المدراء العامين مع مدراء الدوائر كافة في محافظة نينوى. اللجان هي تعتبر طبعا روح عمل مجلس المحافظة، ودائما القرارات تأتي من اللجان الخطوة الأولى ويتم إنضاجها، ثم تعرض للتصويت على المجلس بشكل عام. اللجان مهمة، يجب أن يراعى موضوع الإمكانية، يراعى موضوع الكفاءة، يراعى موضوع التدرج الوظيفي. وتعرفون حضراتكم طبعا لجان كثيرة، 27 لجنة، نأمل بأنه يتم اختزال أو دمج هذه اللجان حسب ما تكون اختصاصاتها قريبة من بعض. ونتمنى بأنه تكون الخطوة اللاحقة بعد تشكيل السادة نواب المحافظ هي العمل البدء بتسمية اللجان وتسمية أعضائها. الملفات هي مهمة جميعها طبعا، لا تستطيع أن تفصل ملف عن آخر. موضوع الرعاية الاجتماعية، موضوع التربية، موضوع أزمة السكن، موضوع القطاع الشباب، موضوع تمكين الفئات الهشة الفقيرة، موضوع الصحة. ملف الصحة أنا أعتبره من الملفات الهامة، لأنه المواطن الآن يعاني الأمرين عندما يذهب للحصول على خدمة صحية أو إنجاز فحوصات. ولدينا طبعا خطة متكاملة من أجل النهوض بالقطاع الصحي والوصول إلى تغطية صحية شاملة ومعالجة نقاط الخلل ونقاط النقص الموجود في الكفاءات، في المراكز، في الفحوصات، في المراكز التخصصية. سوف نبدأ نسعى للعمل بتطبيق النظام الصحي. هذا النظام الصحي إذا طبق ورأى النور سوف يخلق نوع من العدالة الاجتماعية، وسوف نستطيع أن نردم الفجوة الموجودة بين الطبقة المتمكنة والطبقة الفقيرة، ونخلص المواطن من أعباء التكلفة الصحية والذهاب إلى المستشفيات الأهلية. أغلب مواطنين هم من ذوي الدخل المحدود، لذلك طبعا يجب أن يكون القطاع الصحي قطاع ذو إمكانيات تعزيزية يستطيع أن ينهض بمستوى الخدمات وأن نصل إلى التغطية الصحية الشاملة، وأن نضع حد لما يعانيه المواطن من مشاكل في عندما يحتاج أن يدخل في مشفى معين أو يذهب إلى مركز صحي للمعالجة. يجب أن يعاد التقييم في كل الهيكل الإداري، سواء من مدراء العامين إلى مدراء الدوائر إلى مدراء الوحدات الإدارية. من أثبت جدارته بالعمل ربما سوف يعاد التزكية أو التصويت له وتعطى له الثقة، ومن لم يستطع أن ينهض بواجباته أكيد سوف يتم استبداله على الفور والجلب بشخصيات كفؤة تستطيع أن تنهض بالخدمات وتستطيع أن تعيد قيمة هذه الدوائر وتفوقها حسب ما كان موجود في محافظة نينوى قبل هذه الأحداث.